مع تولي فيتوريا شفنا شكل مختلف لمنتخب مصر، واداء الحقيقه سواء دفاعيا او هجوميا منضبط، لكن في تفوق هجومي واضح. يعني لو استعرضنا الارقام، منتخب مصر مع فيتوريا لعب 14 مباراه، فاز في 12، تعادل في واحد وخسر في واحد، سجل 33 هدف في ال 14 ماتش، نسبه كبيره استقبل الحقيقه، واستقبل 6 اهداف بس. فاحنا بنتكلم كمان عن اداء دفاعي جيد الحقيقه. نتمنى ان احنا نفضل بالظبط، نتمنى ان احنا نفضل نستمر على هذه الجوده سواء الهجوميه او الدفاعيه في البطوله. يمكن البعض كان بيقول ان احنا في ال 14 ماتش دول ما لعبناش ماتشات مهمه او قويه كتير، لكن الحقيقه ان المحطات اللي عدينا عليها قويه بان فيها ان المنتخب عنده شكل كويس. مباراه الجزائر، مباراه الجزائر مثلا 10 انت تلعب ضد 10 او تلعب ب 10، كانت مباراه ممتازه جدا لمنتخب مصر. لعبنا بلجيكا في اول في اول ولايته خالص، وبلجيكا برضو منتخب كبير، وعملنا قدامه نتيجه كويسه جدا. فاحنا الاختبارات حتى لو كانت قليله في الماتشات اللي قدام فرق كبيره، لا بس واضح منها ان المنتخب لا عنده شكل وعنده هويه كويسه. نتمنى بقى ان شاء الله في كاس الامم ان احنا نشوف وجه اقوى كمان. وللامانه كابتن اسلام حتى تصريحاته يعني بتميل للمنطق كتير. الحاجه اللي عاتبت فيها عليه بس او اتكلمت عليه فيها هو تبريره لاختياراته، وانا بشوف ان المدرب خصوصا في مثل هذه الدورات انا بختار، وبعدين اخر الحلقه او حتى انا ممكن اقول البطوله، او حتى انا ممكن لو مش بابا مثلا انا اجي اقول ده والله مصاب اصابه طويله فانا مش هقدر، بس ما يبقاش لسه ما فيش جدل او لسه ما فيش حاجه اكيد، او انت واخد لعيب مصاب مثلا وبيتعالج وفي لعيب تاني مصاب. ففي الاخر انت اختياراتك انت طبعا حر فيها، انت اللي بتتحاسب على المشاريب زي ما بنقول كده بلغه الكوره. لكن انا بالنسبه لي او بشكل عام تصريحاته منطقيه، كلامه وعوده على البطوله مش طبيعي ان هو يوعدنا بالبطوله. صحيح. تم اقحامه في بعض الامور الاداريه، لكن هو خرج قدر يخرج منها. ذكي ان هو قدر يخرج منها، ومدرب للامانه مدرب كبير، مدرب ناس كتير كانت بتتمنى ان هو يكون موجود في مصر. سواء في انديه او حتى مع المنتخب. فنتمنى للسريه، خصوصا ان بطوله امم افريقيا كابتن اسلام بعد زي ما اتكلمنا هنا كتير، بعد اللي حصل من تعديلات في تصفيات كاس العالم والطريقه بتاعتها هي الاهم. خلاص كاس العالم ما نقدرش نقول ان انا يعني اصل لو محدش لو انا مسكت منتخب مصر ما تاهلتش كاس العالم اللي جاي ده، يعني الموضوع يبقى كارثي. لكن كاس الامم خلاص احنا فعلا مصر في التراك ان ما ينفعش نبقى بره السيمي فاينل. فنتمنى التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا وفي الحته دي، لان مهم ان المنتخب بتاعنا يستقر في حته الاداره الفنيه لفتره طويله، ما يبقاش كل سنه في مدرب.